يكثر تكوين الصداقات بين الطلاب في الجامعات. خلونا نشوف مدى قوة هذه العلاقة وهل تستمر، هل لها إيجابيات وسلبيات أم لا. الصداقات اللي تكون داخل الجامعات، هل تحسها صداقة قوية أو لفترة معينة وتنتهي؟ علاقة يعني تنتهي. إيش السبب؟ بسبب إنه ما يعني اللي تجمعنا الجامعة وكذا ودراسة فقط لا غير. هل تحس علاقة الجامعة أقوى ولا علاقة الثانوية والطفولة؟ الثانوية أفضل. يعني تقول الكلام هذا كم صح؟ هذا قدر هو الثانوية. علاقة الصداقة في الجامعة هل تحسها علاقة قوية أو لا؟ أكيد. لأن إنك تكون إنسان عاقل قدرك ما تفهم إن هذا غلط هذا صح، هذا صاحبك تمام هذا مش تمام. تستمر فترة الجامعة فترة الدراسة، من بعدين ممكن يكون في مشاغل الحياة إنه أحيانا يكون تواصل من بعيد لبعيد. وهل صداقتك في الطفولة في الثانوية عادة مستمرة أو قد انقطعت؟ في معي في صداقات عادة مستمرة وفي قد انقطعت، يعني في اللي كان انتم شنو هم مندمجين زيادة قد انقطعت. برأيك إيش الأقوى، ثانوية ولا صداقة الجامعة؟ الجامعة، لأنك تكون فاهم. وأنت إيش رأيك؟ ثانوية كثير، لأنه قد تكون درست معه من بداية العمر حقك، استمرت معه صداقة 12 سنة وأكثر، تبقى صداقة طول العمر. أما الجامعة بعد 4 سنين ما أحتمل أني ما أتلقى صديقك ولا تنتهي العلاقة بعد 4 سنين. معاك صاحبة في الجامعة ولا لا؟ أيوة. هل تحسي الصداقة والصحوبية في الجامعة قوية أم ضعيفة؟ صراحة يعني وسط، يعني مش مرة بالجامعة بتعرفهم يعني لمدة قصيرة وكذا، عكس المدرسة تماما، لأنه بالمدرسة يعني سنين طويلة وكمان أكثرهم من الأهل وكذا، تحسي ثقة قوي. لكن بالجامعة مش مرة، مثلا بمستوى أول تحصلي أصحاب غير، وبعدها تكتشفي معادهم بالترم الثاني وكذا وخلاص تغيروا عليك، فتضطري إنك يعني ما تثقش بهم بزيادة لما يكونوا أصحاب مدرسة. هل صداقة الجامعة أقوى أم صداقة الثانوية؟ والله أنا بصار صداقة حق الجامعة أفضل من الثانوية، من الأساسي من تاسع، لأنه بالثانوية حرب ما حد درس عن الناس ولا حد إنه شفس عن الناس، بالجامعة خلاص تمام كله تعود على صاحبه. صداقة الثانوية وصداقة الجامعة حد الصديق، يعني مهما كان صديق الثانوية يختلف عن صديق الجامعة. اختلاف إنه صديق الثانوية يكون من الأقربين، يعني من الأهل من ذاك، وصديق الجامعة ربما يكون من مديرية أخرى، ربما يكون ما تلتقيش أنت وأصحاب القرية وأنت وأصحاب العزلة أنت وأصحاب الحارة مثل ما تلتقي أنت هم بالمدرسة. طيب إيش الأقوى بالنسبة لك؟ الأقوى صديق المدرسة. نوع من الأصدقاء هم اللي بتستمر معهم، والنوع يعني النوع الذي عشت معهم أكثر أيامك بالجامعة هي اللي تستمر معهم. إيش السبب إنه تنقطع مثلا وما تستمرش صداقة الجامعية؟ مش إنه ما تستمرش، تبقى العلاقة تبقى علاقة وتبقى تعارف، لكن إنه كل واحد بعد الجامعة يروح يبحث له العمل، بعضهم من يسافر ويحضر ماجستير، وبعضهم يبقى يعني ينشغلوا كل واحد في شركة وكل واحد في عمله، فتبقى علاقة اتصال تواصل، لكن إنه ما حينسي صديقه ولا أبدا يعني. هل تحس صداقة الجامعة أم الثانوية أقوى؟ صداقة الجامعة بالتأكيد. السبب في ذلك إنه يعني الشباب يعني يلتقوا من جميع الأطياف، فأحيانا يعني راحة الشخص إنه يرتاح يحصل الشخص الذي يرتاح له. صداقة الثانوية أعتقد أنها يعني تكون نوعا ما ضيقة بالنسبة للطالب، خاصة من ناحية التوقيت، وكذلك بالمدرسة الغالب يكون يعني كل أحد يعود لبيته. غير الجامعية تحس إنه في ترابط قوي من ناحية التوقيت، وكذلك من ناحية دراسة أو مذاكرة، وكذلك من الناحية المعيشية والمادية في ترابط بين الأصدقاء مع بعضهم، لذلك فأشوف إنه الصداقة الجامعية تكون أقوى وترابطها أقوى من الثانوية. كانت النسب متساوية بين اللي أيدوا قوة الصداقة في الجامعات وقوة الصداقة في الثانوية، وشفنا كثير من الطلاب يعتزوا بأصدقائهم بصداقتهم. لبرنامج صباحكم أجمل، بيان الطيار.